الأسلوب تغير في بعض الأحيان يعني يعني اتجه الأسلوب الهجومي والزيادة العددية اللي أمام إحنا، حتى إذا مباوع حس الهدف الأول اللي سجل مهند يعني من جملة تكتيكية جميلة، الكرة انتقلت إلى الجانب مع ربط اللاعب علي عدنان إلى الداخل كلاعب يعني فرص زيادة عددية للأمام وتكملت الكرة إلى الهدف. هاي ما جت يعني نتيجة يعني اعتباطية، بس أكو هناك إذا موهبة وقدرة عالية عند اللاعب العراقي. اللاعب العراقي يحتاج إلى الفسحة حتى يقدر يعبر عن 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 ما بداخله وقدرته من مواهب. يعني الشوط الثاني يعني أبدى الفريق العراقي يعني لعب متميز من ناحية اللعب الجماعي واللعب الهجومي، ويعني استطاع أن يخطر الفريق الإيراني أكثر من مرة، واستطاع أن يسجل هدف بالأخير.